نروح لفروعنا المختلفة في أهل الجزيرة وأهل مدينة نصر وأهل الشيخ زايد. معانا زميلاتنا الأعزاء سالة حامد، مريم سميح، وهنا أبو القاسم. تعالوا نروح نطمن على الأجواء في أهل الجزيرة والزميلة العزيزة سالة حامد. مساء الخير يا سالة. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام في استوديو، وكل الكباتن طبعا الكبار اللي مع حضرتك، وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك طبعا شايف يا كابتن ايمن ورايا الاجواء طبعا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. هكون مع حضرتك عشان اقول لكم كل الاستعدادات والاجواء ما قبل مباراه اليوم، واللي تعتبر ملحمه طبعا يعني تاريخيه، مباراه للتاريخ للنادي الاهلي مع ريال مدريد في النصف النهائي من بطوله كاس العالم للانديه، واللي طبعا هتقام النهارده ان شاء الله يعني بعد شويه في تمام الساعه 9 مساء. يمكن زي ما حضرتك شايف يعني طبعا يا كابتن ايمن ورايا الاجواء، يعني الاجواء اكثر من رائعه، في حاله من الحماس والفرحه وكمان الفخر عند اعضاء وجماهير النادي الاهلي قبل المباراه النهارده. ويمكن كمان كنا موجودين من بدري جدا يا كابتن ايمن، وكان لينا حديث مع اعضاء النادي الاهلي وبالاخص كبار السن، وكان الكل يعني بيتكلم معانا بالاخص في مباراه 2001. كان الكل بيستعيد معانا ذكريات مباراه 2001 مع ريال مدريد، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدف وحيد مقابل لا شيء. كانوا النهارده كمان بيتكلموا في انه ليه النهارده النتيجه دي ما تتكررش النهارده تاني في مباراه السيمي فاينل من كاس العالم للانديه ويفوز النادي الاهلي فيها. لانه يعني خليني اقول لك يا كابتن ايمن انه في حاله من التفاؤل، واعضاء النادي الاهلي مش بس مكتفيين ان هم ان شاء الله النهارده لعيبه النادي الاهلي يعني حققوا فوز في مباراه اليوم، لا كمان انه ان شاء الله النادي الاهلي كمان يفوز ببطوله كاس العالم للانديه. فهنا يعني الاجواء اكثر من رائعه، وفي حاله كبيره جدا من الحماس والفخر عند اعضاء النادي الاهلي. كمان خليني هقول لحضرتك يا كابتن ايمن انه كمان على صعيد الاجواء، يمكن على صعيد كمان يعني الاستعدادات، اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب والاداره التنفيذيه، الكل يعني موفر كل الفرص وسبل الراحه لاعضاء النادي الاهلي عشان الكل يبقى عنده الامكانيه ان هو يتفرج على المباراه بشكل جيد. العديد من المقاعد واكثر من شاشه لعرض مباراه اليوم، فالكل يعني متواجد هنا وعدد كبير جدا يعني عند كل شاشه عشان كل الاعضاء يتابعوا المباراه بشكل جيد. يعني فان ان شاء الله يعني يا كابتن ايمن نكون مع حضرتك يعني بعد مباراه اليوم، وافرح طبعا مع حضرتك ومع كل كباتن اللي مع حضرتك في الاستوديو واعضاء النادي الاهلي بفوز غالي على فريق ريال مدريد. يمكن زي ما عارفين طبعا يا كابتن ايمن الاهلي علمنا انه ما فيش مستحيل، الاهلي لا يعرف المستحيل، فان شاء الله طبعا كلنا نفرح النهارده يا كابتن ايمن في مباراه اليوم. وبشكر حضرتك جدا، والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا كابتن ايمن، تفضل. شكرا جزيلا للزميلة العزيزة سالة حامد. ومن أهل الجزيرة نروح لزميلتنا مريم سميح في أهل مدينة نصر. مساء الخير يا مريم. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بيك طبعا وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. وطبعا برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. تغطيه جديده طبعا من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. الحقيقه يوم القرن، يوم تاريخي الحقيقه، ان عقار بالساعه كل الناس بتتكلم هنا ان هي هتتوقف عند التاسعه مساء طبعا بلقاء طبعا نادي القرن الاوروبي ونادي القرن الافريقي، النادي الاهلي الاكثر انديه او نادي الاكثر انديه حصولا على البطولات القاريه. خلينا نقول لك الصوره حتى قبل ما نوصل هنا لفرع النادي الاهلي بمدينه نصر. الحقيقه ان حتى شوارع القاهره كلها يا كابتن ايمن بتملاها اعلام يعني النادي الاهلي مع اعلام مصر، وده لان النادي الاهلي لما بنقول ان هو بيمثل مصر فدي حقيقه مش كلام، علشان كده اعلام النادي الاهلي واعلام مصر بتملا الحقيقه كل شوارع القاهره حتى قبل وصولنا هنا لفرع النادي الاهلي بمدينه نصر. الحقيقه يعني حالات من الترقب بتسيطر على جماهير النادي الاهلي، حالات من الفخر الحقيقه ان احنا اتكلمنا معاهم، هم شايفين ان هم فخورين بنادي الاهلي طبعا بغض النظر عن النتيجه. كفايه ان هو قابل نادي ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه، وده لم يصل اليه اي نادي مصري ولا اي نادي افريقي على مدار السنوات طبعا الماضيه، عشان كده هم فخورين بالنادي الاهلي بغض النظر عن النتيجه اللي هتكون موجوده في مباراه اليوم. اكيد مباراه كبيره كل الناس بتنتظرها. خليني بقى انقل لك يا كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناه الاهلي الاجواء طبعا بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر. الحقيقه انه كان بيستقبل او الفرع هنا تحديدا بيستقبل اعضائه منذ الساعه الخامسه طبعا علشان يكونوا موجودين لمشاهده المباراه هنا بالفرع. الحقيقه ان عدد كبير جدا من المقاعد تم توفيرها الحقيقه، اداره الامن، اداره الخدمات، كل الادارات بالنادي المختلفه رافعين حاله الطوارئ، ما كانش في اجازات طبعا لان عاملين حساب اكيد زي ما انت شايف ورايا يا كابتن ايمن يمكن كامل العدد امام الشاشه الرئيسيه.
في ثلاث شاشات رئيسية، الشاشة هنا طبعا الرئيسية، وأيضا شاشة منطقة الفود كورت، وأيضا شاشة المبنى الاجتماعي. ده طبعا بخلاف الشاشات اللي موجودة في المنافذ. يمكن أمام الشاشة الرئيسية أكتر من 3000 كرسي طبعا، علشان يقضوا أكيد كل أعضاء النادي الأهلي هنا بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، كمان يمكن أكتر من 2000 كرسي في مختلف طبعا يعني أروقة النادي. كل الناس مترقبة، كل الناس بتقول يا رب. حالة تفاؤل شديدة جدا بتسيطر على كل أعضاء النادي الأهلي هنا بمدينة نصر، وكل جماهير النادي الأهلي في كل مصر. إن شاء الله النادي الأهلي يرفع راسنا بغض النظر عن النتيجة. هفضل أقول إن المستحيل ليس أهلاوي، إحنا مستنيين نتيجة كبيرة من النادي الأهلي، أو نتيجة يعني نشعر بها بالفخر، حتى يعني لو لم يكن الفوز هو حليفنا، ولكن إن شاء الله يعني حالة التفاؤل اللي أنا شايفاها بتقول إن شاء الله إن إحنا ممكن نكون موجودين في نهائي كأس العالم للأندية. بشكرك جدا يا كابتن أيمن، كلمة ليك مرة أخرى. شكرا جزيلا للزميلة مريم سميح. والنادي الأهلي رافع راس مصر عاليا مهما كانت نتيجة اليوم. من أهلي مدينة نصر نروح لأهلي الشيخ زايد والزميلة العزيزة هنا أبو القاسم. مساء الخير يا هنا. مساء الخير يا كابتن أيمن، برحب بيك وبضيفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. ومن داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد هنقل لكم كل الأجواء وكمان الاستعدادات قبل انطلاق المباراة المرتقبة، مباراة الكبار بين كبير أفريقيا النادي الأهلي وكبير أوروبا نادي ريال مدريد، ونصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية. الحقيقة بقى كعادة أعضاء النادي الأهلي متواجدين في النادي منذ ساعات، يعني الحقيقة أنه بالرغم من حالة الطقس لكن هم بقى متواجدين عشان يشاهدوا المباراة في أجواء مميزة جدا وأجواء أهلوية خالصة. الحقيقة بقى أنه في حالة من التفاؤل والفخر داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. الكل فخور أنه بينتمي لهذا الكيان العظيم، كيان النادي الأهلي. وكمان بقى في حالة من التفاؤل كبيرة جدا عند أعضاء النادي الأهلي، متفائلين أن احنا النهاردة إن شاء الله هنقدر نفوز على ريال مدريد ونكون بقى حققنا إنجازين جداد. الإنجاز الأول هو الفوز على ريال مدريد اللي طبعا دلوقتي هو أفضل نادي في العالم، وكمان بقى الإنجاز الثاني هو تحقيق ميدالية جديدة في بطولة كأس العالم للأندية. عندهم ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الأهلي طبعا، مقدرين احنا بنلاعب ريال مدريد، لكن في النهاية هم 11 لاعب أمام 11 لاعب. إن شاء الله بقى رجال النادي الأهلي يقدروا يحسموا المباراة لصالحهم. والحقيقة إن النادي الأهلي دايما عودنا إن مفيش مستحيل، إن شاء الله بقى يفوزوا في مباراة اليوم. كمان الحقيقة كنا بنتكلم مع الأعضاء قبل طبعا اللايف، وأكدوا على دور الجماهير في مباراة اليوم. يعني أشقائنا في المغرب الحقيقة بيدعموا بعثة الفريق منذ اليوم الأول في البطولة، هيكون ليهم دور كبير جدا طبعا في رفع معنويات اللاعبين في مباراة اليوم. هيكونوا بقى بمثابة اللاعب رقم 12 في الملعب، وإن شاء الله هيدعموا الفريق في مباراة اليوم، والحظ يكون حليف طبعا فريق النادي الأهلي ويقدروا يحسموا المباراة لصالحهم. يعني ده على صعيد الأجواء. كمان بقى خليني أنقل لحضرتك الاستعدادات داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. الحقيقة إنه مجهود كبير جدا مبذول من قبل إدارة النادي الأهلي، موفرين عدد مهول من المقاعد امام الشاشه الرئيسيه في النادي طبعا لخدمه الاعضاء والاستمتاع بقى بالمباراه. وزي ما قلت لحضرتك بتكون اجواء مميزه جدا، يعني دي ابرز الاجواء وكمان الاستعدادات. قبل ما اختم كلامي طبعا بضم صوتي لكل الاهلاويه اللي انا طبعا واحده منهم، وبتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي في مباراه اليوم. النادي الاهلي لا يعرف المستحيل، ان شاء الله بقى هيفوز في مباراه اليوم، ونكون بقى بنحتفل مع اعضاء النادي الاهلي بفرع الشيخ زايد بعد انتهاء المباراه. والآن العودة لحضرتك مرة أخرى يا كابتن أيمن في الاستوديو، تفضل. شكرا جزيلا للزميلة هنا أبو القاسم.